مساء الخير، مساء الأنوار أيها الحضور الكريم، مشاهدين الأعزاء أينما كنتم. أهلا ومرحبا بكم في سهرة اليوم التي تعتبر بمثابة بداية لسلسلة من السهرات التي ستقوم بتنظيمها الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية بهدف تكريم التراث الثقافي والموسيقي المغربي الأصيل. الليلة سنحتفي بالموسيقى الأندلسية أو موسيقى الآلة التي تعتبر من أهم المعالم التي يزخر بها التراث المغربي، نظراً لما تشتمل عليه من أنغام توارثتها الآباء عن الأجداد ومن معاني سامية يتشبث بها الأبناء والأحفاد ومن آلات عتيقة ما زال العازفون يحافظون عليها كما يحافظون على الطريقة التقليدية التي كان يستعملها أسلافنا في زمن مضى. متميزة ستكون ليلتنا، سنسبح بين الألحان العذبة والأنغام الشجية، وسنستمتع بتراث أدبي زاخر بالأشعار البديعة والكلمات الرفيعة والأقوال العجيبة، من زجل وملحون يجمع بين رشاقة المبنى وجلالة المعنى وعمق التفكير وحسن التعبير. سنهيم بداية بانصراف قدام رمل المايا وننتهي بانصراف ميزان قدام العشاق. سيتحفنا بكل هذه الأنغام فرق موسيقية أتتنا من جميع ربوع المملكة، من طنجة، تطوان، البيضاء، فاس، مكناس، تازة، الشاون، مراكش، رباط، سلا والصويرة. 150 عازف ومنشدة ومنشد من خيرة المنشدين، يترأسهم حامل المشعل الأستاذ الفنان محمد بريول. ويعتبر هذا التجمع الفني الأصيل الأول من نوعه من حيث عدد الفنانين، وقد وظفت الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية إمكانيات تقنية ضخمة وموارد بشرية هامة لإنجاح هذا الحدث الفني الفريد. أتمنى لكم أيها الحضور الكريم مشاهدينا الأعزاء فرجة ممتعة.
يا سيدي.
I'm
يا من شوقي إلي ولا
Thank you.
أطلب منكم أيها الحضور الكريم مرة أخرى أن تصفقوا وبحرارة. شكرا لكم أيها الفنانون، أمتعتمونا، شكرا لكم كل واحد باسمه. شكرا لكم أيها الخلف المحافظ على التراث المغربي. أكيد أن غيرتنا كبيرة على تراثنا، وهذا هو اللي يعطينا الرغبة في الحفاظ على التراث وعلى طابعه الأصيل، حتى يبقى كالمباني الأثرية الخالدة ويبقى راسخا وثابتا كالطود الشامخ، يتكلم في تحدي واعتزاز على أصالتنا وعلى حضارتنا الثقافية. يقولون الختام مسك، وسنختتم سهرتنا هذه بالفياشية سيتحفنا بها كل من الفنان عبد الفتاح بن نيس، الفنان مروان حاجي، الفنان سعيد بن القاضي، الفنان أحمد مربوح، والفنان القدير عبد الرحيم السوري. أما أنا فما بقى لي إلا نقول لكم فرجة ممتعة، وإلى إن شاء الله سهرة ثقافية ثقافية فنية مغربية أخرى إن شاء الله. يرجى للشدائد كلها.
إلا ما كن أخلصت في قلبي.
فإنني أطمع في رحمتك، وإنما يشفعني أنني قد عشت لا أشرق في وحدتي، وإنما يشفعني أنني قد عشت لا أشرك في وحداتي. أنا لي في يد أشعلي يا مهني، لقلق من رصدي لك والخالق يرزقني. I'm not afraid.
انطلقت بفكرة لتتحول إلى حلم، سهرة كبرى للموسيقى الأندلسية يشارك فيها أكثر من 150 عازفا ومنشدا من جميع أنحاء المملكة. سهرة تختلف عن التصور الكلاسيكي للإنشاد والغناء، سهرة بمقومات الإعجاز الفني. لمكان إقامة السهرة الكبرى رمزية خاصة، فلم يكن اختياره مجرد صدفة بقدر ما كان اختياراً منسجماً مع حس الموروث الثقافي للموسيقى الأندلسية، وهذا ما شدد عليه مسؤول مديرية الإنتاج والبرمجة بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة. إن تميز قصبة الوداية لا ينحصر فقط في قيمتها التاريخية، بل يلعب موقعها الفريد دوراً هاماً في هذا التميز، فهي تتوسط المدينة وتطل على المحيط والنهر، ولعل هذا ما يجعلها مكاناً ملهماً للعديد من الفنانين. فالقصبة تضم الحديقة الأندلسية والعديد من مراسم الفن التشكيلي، وسبق لها أن كانت فضاءً لاحتضان الفن والفنانين في العديد من المهرجانات العالمية. اللوجستيك كان تحدي آخر متعدد الأوجه، منه ما هو أمني وتقني وفني، لهذا تعددت الاجتماعات بمبنى القناة الأولى لإيجاد الحلول لجميع المشاكل وإنجاح هذه السهرة التي تدخل في إطار انفتاح الشركة الوطنية على جميع المقومات والفعاليات الوطنية بجميع مكوناتها واتجاهاتها، سواء ثقافية فنية أو تراثية. لم يكن الاشتغال في قصبة الوداية سهلاً، لأن الفضاء مفتوح والموقع تاريخي يعج بالسياح والزوار، لهذا جندت الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة العديد من الطواقم، منها المتخصص في تركيب الديكور وآخر في الهندسة، ومجموعة من الفنانين المتخصصين في المجال السمعي البصري كهندسة الصورة والصوت والنقل التلفزي ثم الإرسال، وكذلك طاقم خاص من الإداريين للإشراف والتنسيق مع كافة المتدخلين، وكذا ضبط الأجندة التحضيرية للسهرة والتي كانت تستمر لساعات متأخرة من الليل.
الامكانيات التقنيه الفنيه. الوطنية دائما في الأفق، دائما الأسبق. كنعتبر هذا الحفل التاريخي المتميز لأول مرة لمجموعة كتضم أكثر من 150 عازف في فضاء الوداية. الجيل اللي مشاركة كاين جيل الناس اللي وجيل ديال العبد الضعيف والجيل اللي مورانا، فهذا دليل على أنه استمرارية الحمد لله. كاينه سعيده طبعا انني كنشارك اليوم في هذا الاحتفال الضخم في هذا المنتخب اللي هو منتخب من طقم جديد، منتخب للموسيقى الاندلسيه للمحافظه على هذا الكنز الذي نفتخر به جميعا كمغاربه. وهذا العمل الجبار الذي جمع بين يعني عده رواد من الموسيقى الاندلسيه من احاء المغرب، وهذا ما يزيدنا الا فخرا واعتزازا. وهذه الحقيقه هذه الشيء اللي كيخص يكون، لان هذا الكنز اللي عملنا التامين لا يوجد الا عند قليل من الشعوب. كنقول تبارك الله على يعني الطاقم التقني كله ديال الاذاعه والتلفزه المغربيه يعني ديال القناه الاولى اللي حقا بذات واحد المجهود كبير. على الأول